تقول يا جماعة الخير لازم تنزل من هذا المكان عشان تروح للشلالات وتشوفها وتصورها على طبيعتها. فأنا الحين بأخذكم إن شاء الله تغطون وتشوفون هذا المكان الجميل العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي قدام خدت عزبتي معي وعدتنا وعلومنا. الله ما شاء الله تبارك الله. شوف جمال. طبعا هذه معلومات عن المكان يا جماعة الخير، اللي يبغى ياخذها يكبشرها يقرا عنها. ميزيم. الله الله شو صاحبي مسكين قاعد يمشي رايق حاله. بي اوير اوف سبلاي روكس. الله سبلاي روكس. نروح نشوف ايش فيه هناك. لا اله الا الله. تشوفون تشوفون قوة النهر. ترى هذا نهر النيل يا اخوان، شوفوا تدفقه شلون جبار. لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول لك هذه اكبر شلالات موجوده في كيا اوغندا. شوف قوتها هذه تنزل. قاعد اقول لهذا ابغى تسبح، قاعد تسبح تروح في الباي باي. حتى ما عدنا نرسلك جده، حتى جوازك ما عدنا نرسله، حتى سنابك تقفل يا ابو سهره. الله ما اجمل الجميع يا اخوان. سبحان الله لا اله الا الله. وهنا سبقونا ذا. تعال تعال ان الله من له قهوه وشاهي ويتك. يا الله لو في قهوه وشاهي تقعد القهوه هنا وتفرج، ما عاد تسوي شيء للحياه بس القهوه تفرج يا اخي. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا يا اخوان شوفوا فعلا تستحق. لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا ولد هذا ايش؟ سبحان من خلقها. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا عيال ابي لي قهوه وشاي وبعدين اتاكل اتفرج في المنظر. هل عندك قهوه وشاي؟ يا الله يا جرب احجيكم في هذه الشلالات. هذا نهر النيل يا اخوان، هذا نهر النيل رايح على القاهره، رايح على اثيوبيا وموريتانيا. يلا روح لا يوقف الا في خان الخليلي لوحده. يجي طحبك يا ابو زهره. يا الله والطبيعه. سحر سحر يا اخوان سحر سحر. الحين بدخل المنطقة دي جوا واروح اشوف الجبال فوق ايش في فوق هنا. يلا بتأخر عليكم عاد بس اني بروح اشوف ايش السالفة. شكل المنظر من هنا جميل يا اخوان. الله اكبر. الله قولوا لا اله الا الله. اكتبوا سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان من خلق هذا الجمال. سبحان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا الله لا اله الا الله. اوه يا كسكسح. اوه يا كسكسح. شوفوا كسكسح كسكسح هنا في الارض. هنا هنا هذا كسكسح. شوفوا الله اكبر. يا ليت ان الشاشه تقدر تصور نفس الحقيقه. يا الله ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله سبحان من خلقها سبحان من خلقها. يا الله شوف الطبيعه. شوف 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 شوف. الله نهر النيل. روح روح يا نهر النيل لا يوقفك شيء. يا اخوان انا هنا في اكبر شلال في كيا اوغندا كلها، في نص السفاري والغابات والادغال الافريقيه. ابو زهره الان يصور لكم يا جماعه الخير. تشوفون القوس قزح. ما ادري الكاميرا تجيبه ولا لا. شوف قوس قزح. شوف الطبيعه كلها قدامه. لا اله الا الله. ترى انا غرقان ملابس غرقت غرقت فعليا. شوف شوف شوف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اكتبوا سبحان الله يا اخوان.
اكتبوا سبحان الله، سبحان من خلق هذا الطبيعة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. يا الله ما ودي أوقف تصوير يا أخوان، ما ودي. تشوفون القزقزة؟ تشوفون اللي أنا شايفه؟ أنتوا بتشوفوا اللي أنا شايفه يا أولاد؟ بصوا يا بتوع النيل، بصوا نلقوا هنا هو، بصوا شوف القزقزة، ما احتاج تسال المطر، تبغى تشوف القزقزة تعال هنا يوميا، القزقزة موجود. سبحان من خلقه، لا إله إلا الله. يا جماعة الخيرين القزقزح هنا، جنبي جنبي، أقدر أمسك أميرة، تعال أمسك القزقزح. لا إله إلا الله، لا تطيح أبو زهر، زهر نظيف تعرفون، زهر إنسان جنتلمان أنيق جميل. فيديو مطر، مطر تعرفون إيش يعني مطر؟ شوفوا القزقزح، شوفوا القزقزح جنبي، لا إله، أنا ما أشوف القزقزح كذا جنبي 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 يا عيال، تعرفون إيش يعني جنبي؟ شوف 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 هنا ها، أيدي أمسك أيدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيش هذا الجمال يا أخوان؟ صراحة تجربة فريدة من نوعها، إنك تجي في هذا المكان الجميل تمتع بخلقة الله سبحانه، كيف تنزل هذه الجلالات بقوة يا جماعة، قوة عظيمة. لا Brother, how tall this deep? How deep? It's waterfall. Actually, it is the. Come, walk. Show me, yeah. Show me. How this waterfall? How actually, it is the strongest fall in the whole world. Yeah. It is Mansion Fall. It is found in Mansion Fall. Yeah. National Game Park, and it is called Mansion Fall. You good? Mansion Fall. Actually, it was discovered by a man called Roderick Mansion. Mansion. That's why it is called Mansion Fall. هذا كم متر؟ How many meter? It is 45 meters. 45. Yes. 45 متر. تخيلوا يا إخوان أن عمق الموية هنا 45 متر. As you see down there, it is 45 meters deep. 45. يعني 45 متر هنا المتر. يعني لو أحد نزل منا سلمني عليه. الله الأجواء الله. نشوف من ذا. السلام عليكم. ارحب ارحب يا رجال، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. وش هالجلسة الطيبة والقعدة هالزينة؟ القهوة والشاي. الله يبقيك، تفضل معنا. الله يكثر خيرك ويعافيك يا حبيبي. ما عرفتك طال عمرك. انا السائح العربي. الله عليك ايها السائح. الله، هل تعلم اني قاعد اتمنى قهوة، اقول ابغى قهوة في هذا المكان؟ تفضل، هذه لك. يا اجعلني معدمك يا رب. والله هذا السائح العربي الجميل، دائما سياحنا لذيذين وجميلين. يا لب راسك، سلمت سلمت، هات هات القهوة، هات. تسلم. سلمت سلمت سلمت. يا خالد قهوة يا سائح. ما شاء الله تبارك الله، يبيض وجهك، وش هالقعدة الزينة؟ أهلا بك. وش هالجلسة الحلوة؟ أنت الأجمل. يا لب راسك. أهلا بك. والله هذا السائح الجميل. وين من جايبه؟ من السعودية. يس. يا عمري أنت يا شيخ. تعال تعال، هذا عربي، هذا يكرم الشعوب. ارحب ارحب، قهوه قهوه الرجال، قهوه. يو سيت وذ اس، سيت نو بروبلم. يس يو ار برادر برادر، سيت تجلس جنب السائح حقنا. والله اوغندا جميله مثلك وشرواك طال عمرك. الله يسلمك، ما تكمل الا مثلك وشرواك. اهلا بك في اوغندا. الله يبقيك، تمتع بالاجواء الجميله. والله جميله الاجواء، اشهد بالله انها جميله. شوفوا الجمال يا اخوان، شوفوا، لا اله الا الله. حبايبنا من وسط ادغال وسفاري افريقيا، القيصر جالس يتقهوى، قهوة وشاهي وتمر. يا ربي لك الحمد على النعمة، تمنيت القهوة والشاهي في هذا المكان ورزقني الله بها، اللهم لك الحمد. شوف الجمال، حتى رفيقي قاعد يتقهوى معي. تقهوى تقهوى تقهوى، الله يعطيك العافية. I'm very happy. I'm joking. Give it to me. La, chicken, haram. Chicken, haram. Chicken, haram.
أنا حالياً بمر بأعلى مراحل الروقان، تقدر تقول مروق بالي من كل حاجة. الله يكثر خيرك ويبارك فيك. كيف سفرتك وكيف دنياك؟ إنها رائعة وأوغندا جميلة. الله عليك، الله إنها جميلة. يا الربع غرقان، تدري وش يعني غرقان؟ غرقان غرقان توتل. شوف شوف الجمال، شوف الطبيعة، لا إله إلا الله. هنا تروق غصب، تدري وش يعني تروق غصب؟ تروق غصب، لازم تروق. شوف شوف تروق ولا ما تروق؟ تروق ولا ما تروق؟ لا 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 أحب عليك إنساني الساحل العربي. بين الله وجهك رجال، لنذهب. يلا هذه العشرة سنذهب، خلنا نذهب نشوف أماكن جديدة. أيها الساحل العربي الجميل، شاهيك لا تنسى يا أيها السائح. لا أنسى، سأضع هذه باخذها معك. الله الجو يا الله الجو. أما الساحل العربي هذا والله أنا مدري من وين جيتني. شكرا لك، قسم بالله سعيد بشوفتك هذه، سعيد بيك طال عمرك. الشعوب وين هذي فروم؟ شعوب هنا ما تتكلم. السلام عليكم. اسرع 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 ادعس يا ايها السائح. كفو والله السائح، سائح رجال. هب ريح هب ريح. والله بالخير، قضينا ليلة جميلة في اكبر شلالات في اوغندا، والليلة ان شاء الله راح اوريكم اماكن جديدة. راح نروح الفندق. والله بالخير، قضينا ليلة جميلة في أكبر شلالات في أوغندا، والليلة إن شاء الله راح أوريكم أماكن جديدة. راح نروح الفندق، راح تشوفوا كيف الناس تسوي زيارة على السفاري. وهذه سيارتنا، بكرة حاخذكم تغطية تشوفون حيوانات في حياتكم ما شفتوها. راح القيصر يمسك الأسد والنمر ويخرقه كذا بيده. تعالوا تعالوا معانا، تعالوا اليوم. شوفوا شوف السيارة، شوف شوف هذه سيارتنا، وهذا صديقي، هذا صديقي. يلا وي جو. Are you ready man? Yeah. Ready. Ready. مكتوب ready. يلا.